بالنسبة لعملية هذا اليوم، هي تتمثل في أن زملائنا في الشرطة مركز حي نور قبصة تولى إيقاف شاحنة تحمل كمية هامة العدس، مادة العدس. يظهر أنه حسب العلامة هي أجنبية الصنع وما عندهاش قاعدة لإثبات المصدر بتاعها، لا فيها فاتورة ولا فيها حتى وثيقة. مزيد التحري احنا قمنا بإيقاف هذه الكمية، نتولى حجزها وقتيا في انتظار إتمام الإجراءات والأبحاث حتى نتبين مصدر البضاعة وما لها ونشوف صلاحيتها من ناحية الاستهلاكية. وهي الآن على ذمة الإدارة في انتظار تسويق وضعيتها، وهي محجوزة هذا اليوم ومساء هذا اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، وإن شاء الله تنتهي العملية بأقرب وقت بالتحري بإثبات أنها مصدر بضاعة صلاحيتها وكل الإجراءات القانونية التي تم استوفائها، ثم يحال الملف على الدائرة والدائرة المختصة في محكمة التدريب بقفصة. في نطاق التصدي للتهريب والبضائع الموردة دون رخصة، بلغتنا معلومات أنه فما كمية من البقول الجافة تتمثل في العدس قيمتها نحو 9000 كيلو، معناها 9 طرنت، حالة مرجع النظر. تابعنا وكبنا الموضوع، فهمتني، وتمكنا من إيقاف الشاحنة لهذا البضاعة هذه، ونسقنا مع زملائنا في التجارة لإجراء ما يتعين في الغرض باعتبارها صاحبة الاختصاص في هذا المجال.